وصلنا لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف كالعادة تقرير، هنعرف آخر الأخبار عن الساحة على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد فوزي في ضيافة البيت الكبير. استقبل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة وفدا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب. أدى محمد مجدي أفشا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم تدريبات منفردة في صالة جيم القلعة الحمراء للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية برغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات اليوم. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إشراك المغربي رضا سليم جناح الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة سان جورج الإثيوبي بديلا لحسين الشحات الذي شارك في المباراة الأخيرة وسجل هدفين. شهدت عملية حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في جدة في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل إقبالا تاريخيا من الجماهير الراغبة في شراء التذاكر عبر موقع الفيفا الذي طرح اليوم المرحلة الأولى من حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023. وظهرت قائمة الانتظار على موقع الفيفا تحمل رقما يتخطى 1.5 مليون مشجع، حيث اشتعل الصراع بين جماهير النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي لحجز أكبر عدد ممكن من التذاكر. يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول في معسكر مغلق في اليوم التالي 9 من الشهر ذاته. وكان قد أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعبا لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و16 من أكتوبر. ينضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات للمشاركة في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين. ويرتبط محمد صلاح بمباراة مع فريقه الإنجليزي في 8 أكتوبر المقبل على أن يلحق بعدها بمعسكر المنتخب بالإمارات والذي يبدأ في 9 من الشهر ذاته. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل صباح اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر القادم. فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلة بثنائية نظيفة اليوم على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، كما حصل عمرو قلاوة لاعب سموحة على جائزة رجل المباراة. بهذه النتيجة وصل سموحة للنقطة الرابعة بجدول المسابقة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز 9 في الترتيب برصيد 3 نقاط. يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام غدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024. يملك اتحاد الكرة حق تعيين رئيس جديد للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد وفاة المستشار عادل الشربجي إعمالا للمادة 65 من لائحة النظام الأساسي، والتي تنص على حق الاتحاد في تعيين رئيس للجنة لحين انعقاد أول جمعية عمومية. ونصت المادة 65 من لائحة النظام الأساسي على أنه في حالة التوقف الدائم لرئيس أو نائب رئيس
أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته، يعين المجلس بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا للجنة القضائية المعنية عن الفترة المتبقية. يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال اجتماع غدا يضم أعضاء المكتب التنفيذي لكاف وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض القرارات الهامة بشأن الكرة الأفريقية، وسيعلن خلاله عن أسماء الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مساء اليوم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة لكأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في العام المقبل 2024 إلى مدينة وارسو البولندية. كشفت تقارير صحفية أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس يخضع للتحقيق بتهمة الحسابات الوهمية في صفقة التوقيع مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في عام 2020 قادما من ليل الفرنسي. ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن المدعي العام في روما وضع دي لورينتيس قيد التحقيق بتهمة المحاسبة الكاذبة المزعومة، ويتعلق التحقيق بصفقة نابولي للتعاقد مع أوسيمين من فريق ليل الفرنسي في عام 2020.